Your Excellencies, my name is Nariman Khalid. I'm from the Media Center of Alamein Festival. Get ready to see how a land once marked by conflict has turned into a shining example of modernity and innovation. This area has a remarkable history. During World War II, over 21 million mines were laid here. This place is designated for big events, correct? Yeah, mega concerts. Mega concerts, mainly with the superstars here in Egypt. We've been working on this, we've been making concerts here since the beginning of the season. And tomorrow we are holding the largest one here in the New Alamein Festival. We made sure it's with the highest quality, with the highest sound system, the highest screens, and the biggest ones actually. I think the capacity would take thousands, if not more, because we have two areas. These are the VIP areas. Around 23,000. And these are the VIP areas, and these are the standing areas of the concerts. But أم كلثوم القدماء وعبد الحليم حافظ كبرنا. أنا أحكي عن نفسي. زين. وبعدين هو يعني التلفزيون العراقي كان تلفزيون مصري يعني حقيقة، يعني الأفلام والمسرحيات والمسلسلات مصرية تقريبا 90%. الفن المصري هو اللي طاغ على الساحة العربية، ولذلك احنا حتى اللغة أو الأكسنت المصري نفهمه 100%. أنا اللي لاحظته الحقيقة في خلال زياراتي للعراق إنه شعب ذوق للطرب بشكل كبير جدا، يعني بيعرف يتذوق الطرب الأصيل القديم، حتى الجداد اللي بيغنوا حاجات فيها طرب بيقدروا يتقبلوها ويتذوقوها. احنا بالمنطقة يعني على مستوى الإقليم دول الخليج ودول الجوار، يعني ناظم الغزالي وكاظم الساهر وسعدون جابر، هذول المطربين يعني لحد الآن يسمعوهم في دول الخليج. ياس خضر الله يرحمه، فلما أنا كنت سفير في السعودية كنت أسمع هذه الأغاني في عند المجتمع السعودي. السعودي. أي. بس على المستوى العربي مصر، يعني حقيقة الفن المصري والطرب المصري والأفلام المصرية. بلد الكل يا سعد سفير. الله يحفظكم. أتمنى يعني أنا فرحان حقيقة أنه أشوف العالمين وأشوف هذه الروعة وهذه الأيقونة وهذا البناء وهذا النموذج المودرن في أرض مصر. فخورين إحنا كعرب أنه نكون هنا ونشاهد هذا الفستيفال، ونتمنى مزيد يعني من الرقي. أنا حاليا يشتغل في سفارة في مصر لمدة 12 عام، وأول مرة نزورت اليوم للعالمين، وعجبنا كثيرا لحضارتكم والبناء المباني الجديدة. أنا 6 سنوات كنت سفيرا في إمارات، وهذه المنطقة يشبه إماراتي، والمبروك لهذه المشروع الضخمة. إن شاء الله وفد السياحة من كازاخستان يفضلون دائما اختيار هذه المنطقة العالمين. أول رحلة بالطائرة كان إلى العالمين. في المستقبل نحن نزيد عدد السواح من بلادنا إلى دولة مصر الكريمة. شكرا. كازاخستان من الدول المهمة بالنسبة للسياحة المصرية كتير، سواء كان لمنطقة شرم الشيخ والغردقة
وحتى القاهرة إلى حد ما، إنما الساحل الشمالي بالنسبة لهم منطقة جديدة من ناحية الاهتمام. وأظن إنه مع يعني السنين ومع الخبرة ومع المهرجانات ومع تعرف على المنطقة أكتر، هنشوف سياحة كازاخستانية أكتر في مصر إن شاء الله. ومجال ثاني التي اليوم ناقشنا مع معالي الوزير، موضوع حماية آثار الإسلامية موجودة في مصر. كما تعلمون السلطان زاخر بيبرس جدنا مسقط رأسه في بقر قزوين في كازاخستان، وإن شاء الله في مستقبل كازاخستان والرجال أعمال كازاخستانيين يبذلون جهود لترميم بعض الآثار التي يحتاج لتحسين أمورها، وإن شاء الله سنبذل جميع الجهود. سندرسها سويا، و هيكون في بروتوكول تعاون في هذا المجال وترميم الآثار والحفاظ عليه. عمرو الفقي الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة. يا مرحبا، تشرفنا. يلا تفضل. المنتج السيناوي، انا غيرت المنتج السيناوي وعملت تشينج فيه، ان انا عملته ان هو منتج تراثي بس انا جعلته بطريقه عصريه. عملته على كذا حاجه، شكلته على كل الملابس. She tried to present or represent the old traditional styles in a modern way so people can use it during these days and not to look like wearing outdated. انا كمان بعمل ماتشنج بين التراث، يعني ده تراث صعيدي وانا حاطه عليه التوب السيناوي. التوب السيناوي ده بياخد من Upper Egypt style and the Sinai style. التوب ده اساسا ليه قصه وليه حكايه. التوب ده بتعمله السيده السيناويه من وهي طفله صغيره عشان يصير الفستان بتاع العرس بتاعها، فدي حاجه قيمه جدا. Normally every mother prepares something like this for her daughter in order to present it to her or make her wear it when she gets married. وخدت برضو كمان المنتج السيوي اللي هي القواقع، فكده ده هنا بيبقى ماتشنج بين ثلاثة تراث، سيناوي، صعيدي، سيوي. Siwi. And these shells are from Siwa. Siwa, yeah. So she's mixing here three different styles from all over Egypt. Yeah. Yes, that's right. أنا بعتزي جدا بمنتجي وبحب أرفع اسم بلدي واسم جنوب سيناء في جميع الأماكن in the world. Great. She's very proud of what she's producing. Obviously. Yes, obviously. And she hopes that she will have a good representation of her country and her products all over the world. دي خيوط قطنيه، دي بتحط فيها دي بتبقى زي الباسكت كده، وبعدين الميزه ان هي ممكن تتغسل عادي في الغسيل وكل شويه. في الاردن ساعات سفير بيعملوا حاجات شبه كده كتير. انا شفتها في مادبه نفس الشيء. غير الحاجات دي اللباس السيناوي تقريبا قريب منه. انا شفت الجلابيه والنقش اللي عليها قريب من الاردن وفلسطين. مظبوط. You like this one? Very beautiful, yeah. Very nice. It's from August. Oh, thank you very much. They're too generous. Thank you so much. ده منتج اسمه نبات الحلفة، ده نبات طبيعي بيطلع عندنا في قرية دشور. دي حاجة من نبات الطبيعة قريبة للزلع. This is from the halfa plant, correct? موجودة من أيام الفراعنة تقريبا. This is an old فين الناس اللي معانا؟ This is an old plant that بيجيبوها من النيل، مظبوط؟ من الأرض دي بتزرع. من الأرض. هي دي بتطلع على الحلفة، على الترعة سوري، وعلى الرشاح عندنا. It grows on the sides or on the banks of the Nile. The raw material is
made from half of them. من الالف للياء تمام. دي دشور عندنا بيتميز بالنخيل طبعا, دشور بلد المليون نخله معروفه والبيوت الريفيه, وطبعا موجود فيها بركه الملك فاروق. It is famous of how do you call it no النخل البالم البالم كرب حلفة. بس هذه صح, ده مصنوع من الحلفة. ده نبات الحلفة تمام. أيوة. ده نبات الحلفة. أيوة. ده بنحشه بنشفه وبنبربه بنجدله وبعدين بنخيطه هاند ميد, كل ده يدوي من الالف للياء تمام. وانتوا مشهورين بايه؟ بالبلد المليون نخلة دهشور. 1 مليون بالم تري they have at دهشور area where she comes from. تمام. واحنا ما شاء الله جمعية جديدة, عندنا ما شاء الله عدد من السيدات كبير جدا. احنا واخدين مجموعه من السيدات اللي هم في اللي هي بتاع تحيه مصر ديت, سياده الرئيس اللي هي تبع الرائدات الريفيات, مجموعه من مجموعه من السيدات بيشتغلوا, من السيدات الكوره بيشتغلوا معانا في المنتجات ديت عشان نحسن من دخلهم وان احنا ندعمهم وان هم يبطلوا يتجوزوا زواج مبكر او ختان اناث. بنديها بنديهم البرامج دي عندنا في الجمعيه وفي الوقت ان هم بيحسنوا من دخلهم وان هم يصرفوا على اولادهم ويعلموهم وان هم يبطلوا جوازهم اقل من 18 سنه. يعني ان احنا بدانا ان احنا نبني كذا حاجه مع بعض. الجلابيه السوداء, فاحنا بدانا نطور من المنتج بتاعنا بتاع العريش, فاحنا عملنا حتى غيرنا في شكل الالوان وده الشغل بتاعنا القديم. اكواليتي مصري, بنشتغل على كتان 100% لينن, ايجيبشن لينن. Traditionally, the products or the cloth from South Sinai used to North. North Sinai used to be only black. The modernized way is now more colorful. It's how she did it. Or bright colors. This is all handmade. Yes. كل ده بال. كل سيادة الوزير كله هندمي. كل شغلنا على الهندمي. كل شغلنا. ممكن حد من يعني اللي معايا في الورشه بتاعتي ياخد يمسكه شويه, انا شويه هي شويه, بحيث ان هو يفضل طول اليوم اسبوع ما ياخدش اكتر من كده الشال. ولو جلابيه مثلا سنويه برضو تاخد, نعمل حاجات كده برضو. الجلابيه تاخد قد ايه معاكي؟ الجلابيه حسب, لو توب سنوي ياخد 6 شهور. ياه. ايوه الشغل بتاعه. الدرس وود تيك 6 مانث. 6 مانث. عشان لسه برضو بقيه الحاجه ما جاتش, فكان نفسي اوريكم التوب السيناوي بتاعنا الجميل. بس اتمنى ان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني. ربنا يحل حضرتك. ربنا يوفقك. برضو عاملينه لطلاب الجامعات. This is a public beach and it has facilities also for special needs. And also we get so many trips from students all over to enjoy a day here over the public beach. It's an initiative from
We had a musical show before this one last week. And every week we have 3 days of theater. And the play tonight talking about Sindbad. 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 Ah, Sindbad. Yeah. Egypt has been more dry even than usual. I barely remember yes, the last true. Time and it rained. I think summer here compared to the northern part of the Mediterranean is longer by at least 40 days. Yes, with, absolutely. With the yes. European standards. Yeah, absolutely. I agree. Although I have the impression that most Egyptians only really start going to the north coast in July. I think many of them go in June, but July is the peak because yeah. it's after school and yeah, people true. Try to organize their vacations. Also they try to organize their vacations around this time.